السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالنجاح في الرياضيات المستوى الخامس، طبعة جديدة، طبعة 2021. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 21 من الكتاب المدرسي. هذه التمارين تدخل ضمن إطار التمارين الخاصة بالوحدة يعني الأولى، الدرس رقم 4، الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد العشرية، الجمع والطرح. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. أضع وأنجز ما يلي على ورقة مستقلة. إذا نبدأ بالعملية الأولى، ولكن هنا خصني ضروري ندرب التلاميذ على قراءة الأعداد. 34,547 زائد 731,556. إذن هاي العملية الأولى. ضروري من وضع الصحيح، يعني الوحدات تحت من الوحدات، العشرة تحت من العشرة إلى آخره. إذن 7 + 6 = 13، أكتب 3 وأحتفظ بالواحد. 5 + 5 = 10، أكتب 0 وأحتفظ بالواحد. 6 + 5 = 11، أكتب 1 وأحتفظ بالواحد. 5 + 1 = 6، 3 + 3 = 6، 7 + لا شيء = 7. يعني المجموع يساوي 766,103. قاعدين نكتبوها هنا. بالنسبة للعملية الثانية هي 936 زائد 522 زائد 1325. العملية هي أمامكم هنا. 6 + 2 = 8 زائد 5 = 13، أكتب 3 وأحتفظ بالواحد. 4 + 2 = 6 زائد 2 = 8. 9 + 5 = 14 زائد 3 = 17، أكتب 7 وأحتفظ بالواحد. 1 + 1 = 2. 2783 2783. غادي نكتبوها في المكان الخاص بها. هنا عندي جوج طرق. اولا عندي هنا 3174 زائد 14 ناقص 3064 زائد 14. يمكن لي انني ندير المجموع الاول والمجموع الثاني عاد ندير عملية ديال الطرح، وبالتالي الى درت هذا المجموع ساحصل على 3188، واذا درت هذا المجموع ساحصل على 3870، وإلا درت الفرق بيناتهم سأجد 110. هذه الطريقة الأولى. ولكن بالملاحظة هذا الطرف الأول زدنا له 14 وهذا الطرف الثاني زدنا له 14. غادي نحيدو هذا 14 مننا وهذا 14، وغادي نحسبو مباشرة 3174 ناقص 3164، وسنجد 3174 ناقص 3064 سنجد 110. غنوضع العملية قدامكم وغادي تعرفوا بأن ما قلته صحيح. هنا فاش قمت بالعمليه الاولى اللي هي 3174 زائد 14 حصلت على 4 + 4 = 8، 7 + 1 = 8، 1 + لا شيء = 1، و3 زائد لا شيء 3. الطرف الثاني 3064 زائد 14، 4 + 4 = 8، 6 + 1 = 7، 0 = 3. نقوم بعمليه الطرح. 3188 ناقص 3078. 8 ناقص 8 0، 8 ناقص 7 1، 1 ناقص لا شيء 1، و 3 ناقص 3 0. هذا من ناحية يمكننا 110. وإذا خدينا هاد الأعداد بجوج، يعني حيدنا 14 من هنا و 14 من هنا، ودرنا 3174 ناقص 3064، غادي نحصلوا على نفس النتيجة وسهلة وبدون يعني إطالة. 4 ناقص 4 0، 7 ناقص 6 1، 1 ناقص لا شيء 1، و 3 ناقص 3 0، 110. بالنسبة لهنا 5365 ناقص 3364 ناقص 97. إما غادي ندير العملية ديال 5365 ناقص 364، النتيجة اللي خرجت لي نعاود نقسم منها 97، ولا ندير 364 ناقص زائد هادي وعاد نقص كل شيء في مرة. درت العملية يعني بالتدقيق وبالطريقة الأولى باش تكون واضحة للجميع. 5 ناقص 4 = 1،
ستة ناقص ستة صفر، ثلاثة ناقص ثلاثة صفر، خمسة ناقص لا شيء تساوي خمسة. ثم ننقص أو نطرح سبعة وتسعين، واحد ناقص سبعة لا يمكن، إحدى عشر ناقص سبعة تساوي أربعة، رد السلف، عشرة ناقص عشرة صفر، عشرة ناقص واحد تسعة، رد السلف، خمسة ناقص واحد أربعة تساوي أربعة آلاف وتسعمائة وأربعة. ننتقل إلى التمرين رقم اثنان. عدد سكان مدينة سنة واحد المدينة، عدد السكان ديالها في 2004 كان يقدر ب 87564 نسمة. ماتوا منها، توفي منهم 1563 نسمة ما بين 2004 و 2018. أصبح عدد سكان هذه المدينة سنة 2019 106378. ما هو عدد السكان الذي ازداد في هذه المدينة ما بين 2004 و 2019؟ أولا غادي نديرو عدد السكان اللي كان في 2004 نقص منها عدد الناس اللي توفات اللي ماتت اللي هي 87564 ناقص 1563. العملية قدامكم هنا، سنحصل على 86001. هاد هما اللي بقاو من السكان القدام اللي تحصاو في 2004. اذا من بعد ها حنا كتبناها 86001. ثم في سنة 2019 شحال لقينا د النسمة؟ لقينا 106378. اذا غادي نديرو عدد احصاء سكان المدينة في 2019 ناقص العدد الناس اللي بقات عايشة من 2004، وسنحصل على العدد التالي. العملية امامكم، 8 ناقص 1 7، 7 ناقص لا شيء 7، 3 ناقص لا شيء 3، 6 ناقص 6 0، 10 ناقص 8 2. إذن عدد السكان اللي تزادت أو الساكنة اللي تزادت في هذه الفترة ما بين 2004 و 2019 هي 20377. تمرين رقم 3. أضع وأحسب على ورقة مستقلة ما يلي. إذن نبدأ بالعملية الأولى اللي هي 500.4 ناقص 36.002. العملية أمامكم. إذن عندي 500.4 وهنا عندي 36.002. كم عدد الأعداد بعد الفاصلة؟ 3. نحاول نكمل هنا بالأصفر غير باش ما نخطأش. إذا 0 ناقص 2 لا يمكن، 10 ناقص 2 تساوي 8، أرد السلف، 0 ناقص 1 لا يمكن، 10 ناقص 1 تساوي 9، أرد السلف، 4 ناقص 1 تساوي 3، 10 ناقص 6 تساوي 4، أرد السلف، 10 ناقص 4 تساوي 6، أرد السلف، 5 ناقص 1 تساوي 4. وسنحصل على النتيجة التالية اللي هي 464.398. هذا فيما يخص العملية الأولى هذه العمليات. ننتقل إلى العملية الثانية اللي هي 712.25 ناقص 217. هي اللي نجلس قدامكم باللون الأحمر. كنتمنى أن النتائج تكون واضحة، التصوير دابا الأرقام راهم واضحين أكثر. هنا هذا عدد عشري ناقص عدد صحيح طبيعي، يعني الجزء العشري ما عندنا فيه والو. اذا 5 ناقص لا شيء 5، 2 ناقص لا شيء 2، الفاصله في المكان ديالها، 2 ناقص 7 لا يمكن، استلف 10 وارد السلف، 12 ناقص 7 تساوي 5، 1 ناقص 2 لا يمكن، استلف 10 وارد السلف، 11 ناقص 2 تساوي 9، 5 ناقص 3 تساوي 4. اذا هذا الفرق يساوي 495.25. نمشيو للفرق أو الطرح رقم 3. 202.2 ناقص 201.5 هي العملية اللي نجس بالأخضر. 2 ناقص 5 لا يمكن، استلف 10 وأرد السلف، 12 ناقص 5 تساوي 7، 2 ناقص 2 تساوي 0، 0 ناقص 0 يساوي 0، و2 ناقص 2 0. إذا هذا الطرح أو هذا الفرق يساوي 0.7. فيما يخص العملية رقم 4، 19.6 ناقص 7.95.
صفر ناقص خمسة لا يمكن. أنا ضفت واحد الصفر هنا لأن 19.6 كتساوي لنا 19.60 كتساوي لنا 19.600. أصفار بعد الفاصلة راه ما عندها حتى شي تغيير. إذا نستلف 10 وأردوا السلف. 10 ناقص 5 تساوي 5. 16 ناقص 10 تساوي 6 أردوا السلف. 9 ناقص 8 تساوي 1. 1 ناقص لا شيء تساوي 1. إذا 11.65 الفرق الرابع يساوي 11.65. ننتقل إلى هنا. 21 ناقص 4.025 هي اللي قدامكم هنا. 21 إذا سندير واحد الجزء عشري فاصلة صفر صفر باش ما تختلف النوالو. 10 ناقص 0 ناقص 5 لا يمكن. إذا 10 ناقص 5 تساوي 5. 10 ورد السلف. 0 ناقص 3 لا يمكن. إذا 10 ناقص 3 تساوي 7 أرد السلف. 10 ناقص 1 تساوي 9 أرد السلف. 11 ناقص 5 تساوي 6 أرد السلف. 3 ناقص 1 تساوي 1. إذا 16.975. بالنسبة للعملية الأخرى هي 8 ناقص 3.412. هي هذه العملية اللي عندنا 8 ناقص الباص. اذا 8 سنضع يعني 0.000 لان 8 كتساوي لنا 8.0 كتساوي لنا 8.00. المهم اللي كان 0 ناقص 2 لا يمكن. اذا 10 ناقص 2 تساوي 8 أرد السلف. 0 ناقص 2 لا يمكن استلف 10 وأرد السلف. 10 ناقص 2 تساوي 8. 0 ناقص 5 لا يمكن استلف 10 وأرد السلف. 10 ناقص 5 تساوي 5 نوضع الفاصلة في المكان ديالها. 8 ناقص 4 تساوي 4. شوفوا العمليات الموالية. ناقص 9.11 هي اللي نجس بالأخضر أمامكم. 0 ناقص 1 لا يمكن استلف 10 وأرد السلف. 10 ناقص 1 تساوي 9. 0 ناقص 2 لا يمكن إذا استلف 10 وأرد السلف. وبالتالي 10 ناقص 2 تساوي 8 نوضع الفاصلة في المكان ديالها. 1 ناقص 10 تساوي لا يمكن إذا استلف 10. 11 ناقص 10 تساوي 1 أرد السلف. 1 ناقص 1 يساوي 0. وبالتالي الفرق هو 1.89. آخر عملية في هذا يعني الجزء في ألف هو 2022 ناقص 20.21. نعي 0 ناقص 1 لا يمكن استلف 10 وأرد السلف. 10 ناقص 1 تساوي 9. 0 ناقص 3 لا يمكن. 10 ناقص 3 تساوي 7 ندعو الفاصلة. 2 ناقص 0 لا يمكن ولكن هنا ردينا الفاصل السلف هنا إذن يمكن ولكن عندنا هنا واحد السلف خصنا نردوه. إذا 2 ناقص 1 تساوي 1. 2 ناقص 2 0. 0 ناقص لا شيء 0 و 2 ناقص لا شيء 0. إذا الفرق هنا يساوي 2001.79. ننتقل إلى السؤال باء. سؤال باء أضعه وأحسب على ورقة مستقلة ما يلي. هنا عندنا الجمع 0.14 زائد 0.37. ضروري من الوضع الصحيح الجزء الصحيح تحت من الجزء الصحيح والجزء العشري من تحت الجزء العشري. 4 زائد 7 تساوي 11 أكسب الواحد وأحتفظ بالواحد. 2 زائد 3 تساوي 5 الفاصلة في المكان ديالها وهنا 0. 0.51 هادشي اللي كيساوي لنا المجموع الأول. المجموع الثاني 39.07 زائد 27.2. 7 زائد لا شيء تساوي 7. 0 زائد 2 تساوي 2 نوضع الفاصلة في المكان ديالها. 9 زائد 6 تساوي 9 زائد 7 تساوي 16 أكتب 6 وأحتفظ بالواحد. 4 زائد 2 تساوي 6 إذا هذا المجموع يساوي 66.27. 66.27 المجموع الثالث هو 35.3 زائد 19.576 زائد 100.75. العملية يقع أمامكم. 6 زائد لا شيء تساوي 6. 6 زائد 7 تساوي لا عفوا 6 زائد لا شيء تساوي 6. 7 زائد 5 تساوي 12 أكسب الاثنان وأحتفظ به الواحد. 4 زائد 5 تساوي 9 زائد 6 تساوي 16 أكتب 6 وأحتفظ به الواحد. 6 زائد 7 6 زائد 9 تساوي عفوا هنا خصها تكون 6 لأنني نسيت واحد الاحتفاظ والله
لا صحيحة. 6+9 تساوي 15، أكتب الخمسة واحتفظ بالواحد. 4+1 تساوي 5، و1+3 1، إذا هذا المجموع يساوي 155.626. 155.626. هذا المجموع هنا 34+4.273 هو كالتالي. آخر عملية في هذا التمرين، هذا الجزء العشري غادي يبقى كما هو لان ما عندنا فيه حتى شي حاجه. 3+3 تساوي 3، 7+3 تساوي 7، 2+3 تساوي 2، والفاصلة في البلاصه. 4+4 8، و3+3 3. اذا هذا المجموع يساوي 38.273. تمرين رقم 4، تتكون بناية من 4 طوابق، واحد المنزل فيه 4 ديال الطوابق، يبلغ ارتفاع الطابق الأرضي، الأرضي فيه 3.25، وارتفاع كل من الطوابق الثلاثة الأخرى 3.50. هل جواب ضحى صحيح؟ ضحى قلت لنا بأن ارتفاع يبلغ ارتفاع هذه البناية 13.25. لا خطأ، غنعرفوا الخطا من الجا. الطريقه اللي غادي نعتمدوا، اولا سنحسب ارتفاع الطوابق الثلاث، دوك الطوابق الثلاث الاخرى كل واحد فيهم الارتفاع ديالو 3.50. حنا عندنا 3، اذا غادي نضربوها في 3، 3.50 في 3، ما بقاليش لي سباس باش نكتب هنا، ولذلك كتبت هنايا. إذا نجزنا العملية وغادي نجزها في الجانب باش تكون واضحة لكم. 3+0=0، 3+5=15، كتبوا الخمسة واحتفظوا بالواحد، 3+3=1. كم من رقم عندنا بعد الفاصلة؟ رقمين. إذا سنحسب 1، 2 ونوضع. إذا ارتفاع الطوابق الثلاثة هو 10.50، ولكن مازلنا الطبق الأرضي اللي هو 3.25، ونزيدوه زائد 3.25. 0+5 كتساوي 5، 5+2 تساوي 7، 0+3 تساوي 3، 1+1. إذا 13.75، وبالتالي البناية الطول ديالها 13.75 ماشي 13.25. بالنسبة للتمرين رقم 5، مسيو اي مدام العلوي سون الي اشتي دي زاباغاي الكتروميناجير. السيد والسيدة العلوي مشاو يشريو يعني آلات كهربائية منزلية، اللي هي تلفزيون، تلفازة، فريغو، كذلك تلاجة، عفوا تلفازة، تلاجة، آلة لغسيل الأواني، وآلة لغسيل كذلك الملابس. عندنا لافاكتور اللي عطاوهم، الفاتورة اللي عطاوهم، تلفازة الثمن ديالها 6000 درهم، تلاجة الثمن ديالها 7600 درهم، ولكن غسالة الأواني ما عرفناش الثمن ديالها، بينما غسالة الملابس الثمن ديالها هو 4000 درهم. خلصوا في المجموع هو 25400 درهم. سؤال، شنو هو الثمن ديال آلة غسيل الأواني؟ إذا باش نعرفوا، أولا سنحسب مجموع الآلات الأخرى، مجموع الأثمنة الآلات الأخرى، يعني 4000 درهم ديال يعني الغسالة الملابس زائد الثلاجة زائد التلفازة. غادي نلقاو بأن المجموع ديال هاد ثلاثة الآلات ثمنهم هو 17600 درهم، وهما شحال خلصوا؟ 25400. إذا المجموع اللي خلصوا ناقص الثمن ديال ثلاثة الآلات غادي يعطيني الثمن ديال آلة غسل الأواني المنزلية، وسنحصل على 25400 ناقص 17600 غتعطيني 7800، سنضعها في مكانها. كنتمنى انكم تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي تعمل الفائده، كذلك كنتمنى انكم تدعموا القناه باللي يجي من الفيديو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس للتوصل بالدروس قبل تقديمها في القسم كمساعده منا يعني الاعداد الجيد، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع.